اولا هنعمل الرز بتاعها اللي هو رز بسمتي زي رز الحمام بالظبط. اوكي عايز معلقه زي رز الحمام بالظبط. هندي لها الزيت بتاعها. ودي فرخه هتبقى رسته في الفرن. دي هتبقى رسته في الفرن يعني مش هتحتاج تتسلق ولا اي حاجه؟ لا خالص، دي كلها هتنزل على طول البصل كده كده. احنا بقى هندي الملح بتاعنا. اوكي حلو. وهندي الشبت بتاعنا. انت عايز بقى تحط له ميه ونغطي عليه. ايوه ونغطي عليه ونسيبه خالص ونبتدي نتبل الفرخه ونحشي الفرخه وندخلها في ال ماشي. احنا كنا محضرين نبتدي بقى ان احنا نعمل التتبيله اللي هي بتاعت الفرخه. عايز معلقه. صحيتك التتبيله دي عامه اللي هي بتاعت الروستو بتبقى في المشوي كتير قوي، ممكن اللحمه وممكن الفراخ. فعلا مشهوره جدا جدا جدا، اسمها تبله لبناني. هندي مثلا معلقه صلصه. تمام. هندي برضو زبادي. دي هتبقى على قد الفرخة بالظبط. مستردة. تمام. اوكي. حلو؟ اه. ده الأساس عندنا. زبادي وصلصة ومستردة. بس مش أكتر من كده. بهاراتنا. شوية بهاراتنا الحلوة دي. يعني لو في بهارات فراخ يستعمل بنستعمل بهارات فراخ؟ اه. عادي أي بهارات، أي حاجة بس تتظبط الطعم بتاعنا. اوكي. وتمشي مشوي وتمشي حاجات كتير قوي يعني. اوكي. عندك خل. ملح وفلفل. اه وهنحط خل. أيوه. ملح. فلفل. وشوية خل وشوية زيت. أيوه. بس. زيت عادي ولا زيت زيتون؟ زيت زيتون ماشي، لو احسن زيت زيتون بيبقى كويس، بس هو برضو ممكن يمشي بالزيت العادي مش مشكله. تمام. هنبتدي بقى ان احنا نحشي الفرخه. الفرخه طبعا بس هي زي ما هي كده بس، ونحطها في الفرن. هندي لها سنه زيت صغيره وهي داخله. على الوش وخلاص. انا